اليورانيوم باليورانيوم. هكذا هو حال الصراع الجديد بين روسيا وأوكرانيا، تطورات قد تلحق بالأزمة الأوكرانية، من الممكن أن تعصف بجهود التهدئة التي تقودها الصين. فلم تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام التصريحات بمد كييف بذخائر اليورانيوم المنطب، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مد بيلاروسيا بأسلحة تكتيكية نووية، مهدداً باستخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب. ولفت الرئيس الروسي إلى أن القوات الروسية تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد، محذراً من أن الغرب سيطيل أمد الصراع في أوكرانيا عبر تزويدها بالأسلحة. إعلان بريطانيا عزمها إمداد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب خلق سجالاً بين لندن وموسكو، حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن تلك الخطوة ستمثل تفاقماً خطيراً للنزاع، فيما رد نظيره البريطاني جيمس كليفرلي بأنه لا يوجد تصعيد نووي. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال إن روسيا تترد على القرار البريطاني بتزويد بيلاروسيا بذخيرة تحتوي على يورانيوم حقيقي، وهو ما أكده بوتين بالأسلحة التكتيكية. أما بين الإصرار الغربي على تسليح كييف بأنواع متطورة من الأسلحة وموقف موسكو بالرد، يتحول الصراع الدائر الآن إلى شفا حفرة نووية لا تحمد عقباها.